السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. 15 من سبتمبر لكل سنة هو موعد مؤتمر أبل التي تعلن فيها الشركة على الجيل الجديد من سلسلة الآيفون، الآيباد، الأبل ووتشز وغيرها من الأجهزة. لكن هذه السنة المؤتمر مر بدون أن تعلن فيه شركة أبل على الآيفون 12، وهذا الحدث أثار جدلا كبيرا في عالم التكنولوجيا، حيث أصبح السؤال المطروح هو متى موعد الإعلان الرسمي على سلسلة الآيفون 12. الإجابة في هذا الفيديو سنتعرف عليها معا. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسى أن تعمل لايك للفيديو، هذا يشجعنا، واشترك بالقناة لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول. أعلن جون بروسر أحد أكبر المسربين لأخبار أبل الرسمية، ودائما ما يعطينا أخبار صحيحة بنسبة 100%، حيث كتب جون بروسر في تدوينة له أن سلسلة الآيفون 12 سيتم الإعلان عليها في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر. وبما أن شركة أبل تحبذ يوم الثلاثاء وتعتبره اليوم المثالي التي عقدت فيه جميع مؤتمراتها سابقا، وبدون شك وبدون أي مفاجآت، هذه المرة أيضا المؤتمر سينعقد يوم الثلاثاء. يعني الآن أصبح لدينا معلومتين تؤكد لنا موعد المؤتمر. قلنا في البداية أنه الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر، وقلنا الآن أنه سيكون يوم الثلاثاء تحديدا 13 من شهر أكتوبر. أبل ستعلن على 4 أجهزة من الآيفون هذه السنة، ولأول مرة: الآيفون 12، الآيفون 12 ماكس، الآيفون 12 برو، والآيفون 12 برو ماكس. الأجهزة الأربعة ستأتينا مع تحسينات كثيرة مقارنة بالنسخة السابقة، نسخة الآيفون 11 للعام الماضي. حتى الأسعار أصدقائي ستكون أقل من العام الماضي، حيث هناك تسريبات عن الآيفون 12 النسخة العادية سيبدأ سعره من 549 دولار، وهذا فعلا سعر مغري جدا إذا تم الإعلان عليه بهذا السعر. فيما يخص البريوردر أصدقائي، بالنسبة للآيفون 12، آيفون 12 ماكس، البريوردر التابع لهما سيبدأ في نفس الأسبوع التي ستعلن فيه شركة أبل على الأربع أجهزة. وبالنسبة لل 12 برو والآيفون 12 برو ماكس، ربما سيتأخر البريوردر التابع لهما ربما بأسبوع أو أسبوعان عن البريوردر الأول. أصدقائي، وصلنا إلى ختام الفيديو. أخيرا تعرفنا بصفة رسمية عن الموعد الإعلان الرسمي على سلسلة الآيفون 12، السؤال الذي حير جميع متابعين أخبار التكنولوجيا وجميع محبين أبل والآيفون خاصة. البعض قال أن أبل لن تعلن حتى هذه السنة على الآيفون 12، كانت هذه كلها إشاعات أبل ستعلن عليهم في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر، وتحديدا في 13 من شهر أكتوبر. أصدقائي، أشكركم على المتابعة وأتمنى أنكم استفدتم. وفي النهاية لا تنسوا النقر على الزر لايك، سبسكرايب، وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء وشكرا.